أهلا وسهلا، اسمي حسين، أنا المساعد القانوني مع مكتب موريسون أرينا، وهي شركة لمحاماة الهجرة مقرها في سان دييغو كاليفورنيا. موضوع هذا الفيديو: ماذا لو تم إصدار تأشيرات للفائزين في الديبي 2022 ولكن لم يتم إصدار تأشيرات لأحد أفراد الأسرة مثل الزوج أو الزوجة أو أحد الأطفال؟ بعبارة أخرى، تم إصدار تأشيرات لعديد من الأشخاص الذين تم اختيارهم للحصول على تأشيرة القرعة الأمريكية لسنة المالية 2022، ولكن لم يتم إصدار تأشيرات لواحد أو أكثر من هاد أفراد الأسرة، سواء كانوا زوجين أو أبناء أو كليهما، بسبب إجراءات إدارية. يدور هذا الفيديو حول مسار تلك العائلات. الهدف من هذا المسار هو تقليل الفصل بين الأفراد الأسرة وجمع لم الشمل. بمجرد دخول المحدد أي المختار في القرعة الأمريكية إلى الولايات المتحدة بتأشيرة القرعة، يصبح المحدد تلقائيا مقيما دائما قانونيا. يمكن للمقيم الدائم الشرعي تقديم التماس إلى زوجته وأطفاله غير المتزوجين. ملاحظة: رحلة الأطفال غير المتزوجين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاما أطول، يعني تأخذ مدة أطول بشكل ملحوظ، لأنهم من فئة F2B بدلا من فئة F2A. هناك طريقتين لتقديم هذا الأمر أو هذا لم الشمل، وهي نموذج I-130، يعني E-130، الاستمارات الخاصة بلم الشمل. أولا، الطريقة الأولى الأكثر شيوعيا، هي من خلال دفع طلب إلى مركز خدمات الهجرة والمواطنة USCIS. هذه العملية من 3 أجزاء: الأول هو تقديم ومعالجة عريضة استمارة إلى USCIS، والتي يمكن أن تستغرق ما بين سنة إلى سنتين. الثانية هي المرحلة NVC، يعني المكتب الوطني للتأشيرات، حيث تقوم بإكمال استمارة DS-160، يعني طلب الهجرة، طلب ملف الهجرة، وتحميل المستندات المدنية حتى تصبح DQ، بمعنى مؤهل بشكل وثائقي. قد يستغرق هذا 4 أشهر. الخطوة الثالثة والأخيرة هي انتظار المقابلة. نظرا لتراكم طلبات التأشيرة، المؤهلين وثائقيا الذين ينتظرون المقابلات، يمكن أن تستغرق هذه المرحلة من 2 إلى 2 عامين، اعتمادا على الأعمال المتراكمة الخاصة بالسفارة الأمريكية. وهذا يرجع بالدرجة الأولى إلى الطاقة الاستيعابية بتاع كل قنصلية. ملاحظة: إن تراكم العمل في السفارات اليوم ليس ذا صلة بما ستكون عليه الأعمال المتراكمة للسفارة عندما تصل إلى هذه المرحلة. من ناحية الواقعية، قد تستغرق عملية هذه العملية بأكملها من 2 إلى 4 سنوات. بطبيعة الحال هذا ليس عدلا، لكنه الحقيقة لمركز خدمات الهجرة والمواطنة. هذه هي المدة التي محددة من بين 2 إلى 4 سنوات. الطريقة الثانية هي الملف المباشر، يعني في السفارة الولايات المتحدة، يعني تقدم طلب إلى السفارات أو القنصلية بتاع بلدك. يمكن أن يكون هذه العملية الأسرع، ولكنها متاحة فقط في ظروف استثنائية، يعني هناك ظروف استثنائية التي تجعلك تدفع هذا الطلب. على سبيل المثال، عندما يحتاج المقدم إلى التماس أو المستفيد إلى رعاية طبية عاجلة، أو عندما يواجه يعني هذا الشخص تهديدات للسلامة الشخصية بسبب الحرب الأهلية أو غيرها، يعني حرب عامة بهذا الشكل، بمعنى هناك سبب يجعلك لتسريع الملف بتاعك للحصول على هذه الرعاية الخاصة، ويكونون في ظروف محفوفة بالمخاطر. لن تتأهل معظم العائلات ظروف استثنائية، وبالتالي لن تتمكن من استخدام الملف المباشر. هذا تبقى طريقة ثانية لدفع هذا الملف المباشر عن طريق القنصلية. لذلك هناك
قرير لتعايش عائلتك معا في الولايات المتحدة، لكن هذا يحتاج إلى صبر وإلى وقت بطبيعة الحال. حاليا لنتحدث عن تكاليف ورسوم هذا الأمر. تبلغ رسوم الإيداع بمعنى الاستمارة أو نموذج E130 فيما يقدر ب $535، يعني رسوم هذا الاستمارة فقط. بالنسبة لأتعاب المحاماة التي يتقاضها مكتب موريسون أرينا في حدود $3,000 لتمثيل العائلة من البداية حتى النهاية في عملية استمارة E130. هذه لمناقشة هذا الشروط الدفع بإمكانك الاتصال بنا مباشرة ونتكلم على هذا الموضوع بأدق التفاصيل أكثر. نحن في مكتب موريسون أرينا نتفهم يعني الوضع وانفصال الأسري لهذه الحالة. نأمل أن تختارنا لنمثلك في اختيار المسار إلى الأمام حتى نتمكن من تقليل مقادير الوقت التي تواجه عائلتك في الفراق، وبالتالي تقليل تأثيرات على العائلة بتاعك. شكرا لك على وقتك في مشاهدة هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hi, this is Curtis Morrison. If you like this video, like and subscribe. Thank you.